عبلة كامل ست الكل القمر، هي اللي رشحتني في سلسلة الدم. هي أنا ترشيح عبلة كامل بالصدفة على فكرة، يعني هي رشحتني بالصدفة. أنا كنت رايحة أبارك لزمايلي في البلاتو فهي شافتني، وأنا ما كنتش أعرف إن في ممثلة زميلة طبعا وصديقة عزيزة اعتذرت، فأنا رايحة أبارك لزمايلي ومسلسل بقاله 4-5 أجزاء، يعني أكيد ما فيش دور جديد، يعني هما الناس جاية تكمل أدوارها، فمش طبعاً في الدور أنا، فهي شافتني فرشحتني في الدور ده. طب رياض الخولي ده غول تمثيل، ده الراجل المصري الأصيل، غول التمثيل، محترم قوي في الكواليس، حد راقي راقي راقي، ابن بلد ابن بلد قوي، استاذ رياض الخول. محمد رياض لا ده جان، محمد رياض ده يعني ده حد جان قوي، وتعاملاته طيبة قوي ولطيف قوي في الكواليس، ومش بيتعامل انه نجمة على فكرة، ابدا ابدا، شخص طبيعي جدا جدا، في حين طبعا استاذ محمد رياض كبير يعني، فهو قيمه وقامه زي ما بيقولوا، لكن هو لما تيجي تتعاملي معاه انسان عادي وجميل فعلا. حورية فرغلي دي حبيبتي، دي جميله حبيبتي، وقد ايه انا اشتغلت في الكواليس معاها في مملكه الغجر. حورية كانت تخش الكواليس بتاعها تعالي يا ليلي وبتاع مش عارف ايه، خش نقعد في الكواليس سوا في اوضتها ونتكلم ونهزر، انسانه راقيه وفارسه، هي اخلاق فروسيه بجد، هي فارسه فعلا. واخرهم فيفي عبده. فيفي عبده دي جميله جميله، وعلى فكره الست دي يا جماعه جدعه قوي وبنت بلد قوي، سيبكم من التمثيل، هي بتقف في المواقف الانسانيه، ليها وقفات مع الناس عبقريه عبقريه بجد. الست دي من جواها تعرفي اللي يعرفها كويس يعرف ان هي تعرف ربنا كويس قوي بجد، ربنا يبارك لها يعني.